خلونا نروح لأخبار المحافظات، لأن دايما محافظات الجمهورية بيكون فيها مجموعة متنوعة من الأخبار اللي بتهم المواطن. نبدأ ب يعني ما تم من بداية في استقبال المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعي تحديدا في محافظة سوهاج. كمان تم تدشين المكتبة المنتقلة في عزبة البرج ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة دمياط. كمان في أخبار محافظات، تم زيادة الأجر اليومي لعمال النظافة ل 50% في محافظة المنوفية وإصدار أكثر من 14,000 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة في الدقهلية. أخبار تانية كتير من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أحداث كتيرة حصلت امبارح في المحافظات، أبرزها إعلان محافظة سوهاج بدء العمل بساحة التخريط بمقر الحملة الميكانيكية بحي الكوثر واستقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. في دمياط دشنت المحافظة مكتبة مصر العامة المتنقلة في عزبة البرج تزامناً مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وتزويدها بمجموعة متنوعة من الكتب لتقديم الخدمات الثقافية والأنشطة على أعلى مستوى. في أسوان تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصاية من مرحلة الحضانة للثانوي. المجمع على مساحة 8114 متر مربع وبتكلفة 49.2 مليون جنيه وهيضم 42 فصل دراسي. في المنيا أعلنت الوحدة العامة لحماية الطفل افتتاح غرف صديقة للأطفال تسمح لأعضاء وحدات الحماية الفرعية باستقبال الحالات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها، وده بدعم من هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا. في المنوفية قررت المحافظة زيادة قيمة الأجر اليومي لعمال منظومة النظافة على مستوى المحافظة بنسبة 50% مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وهيتم تطبيق الزيادة اعتباراً من يوليو القادم. في الدقهلية تم إصدار 14,498 كارت ميزة لعملاء تكافل وكرامة، وهتستلمها مديرية التضامن الاجتماعي للقيام بتوزيعها على العملاء المستفيدين على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة 233,498 أسرة بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة. في الإسماعيلية أعلنت التربية والتعليم انطلاق أول أيام مجموعات الدعم المدرسي بإدارة شمال التعليمية اللي بتستهدف تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. في الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف عن بدء مبيعات مشروع صكوك الأضاحي في 11 منفذ بالمديرية لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي للوزارة، وبتبلغ قيمة الصك 5,000 جنيه في الأضاحي المستوردة و 8,000 جنيه للأضاحي البلدية. في جنوب سيناء تم توقيع الكشف الطبي على 1646 مواطن وتحويل 47 حالة إلى المستشفى، وده من خلال قوافي الحياة كريمة اللي بتستهدف وصول الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجاً.